السلام عليكم وعدنا معكم من جديد في في 2 1 بيس. طبعا زي ما انتم شايفين الثلاثي الاسطوري اجتمعوا كذا لوحدهم عشان يعني شو اسمه يصورون فيتو جميل يصور فيتو جميل. وصراحه يعني الشباب الباقيه يعني طفشونا فقلنا ما مطلعينه. امزح كل واحد مشغول يا بدراسته يا بدوامه. نحن متفرقين حق اي شو, لذلك نصور لكم على الفيتو لان عندنا حاجات في المستقبل. ف خلونا نبدا. فريق الاثاره والمتعه والتشويق, نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. السؤال الاول عندك يا ماجد, تفضل. عطنا ثلاث شخصيات سلبيه تستطيع هزيمه بيونا. لا تفضح بيونا, هي السلبيه لان اسم كان سلبي. فعطنا ثلاث شخصيات. هو ما قال استبعد أسب, بس إذا تبي تستبعدها يا ليت. لا ما راح استبعدها. كاتب غير أسب. أوكي. كاتب غير أسب. آه زين. أوكي. ثلاث شخصيات سلبية غير أسب. باص محمد. رب غروفاً. بوك. كيف بموت أنا أصلاً ميت. فهمت. ما كان معهم بالأرك. لا ما كان ضملهم ولا هجمتها بيوانا. أوكي. فبوك. واحد من الشخصيات السلبية لازم يكون شخصية ما متشائمة. روبن شخصية سلبية ومتشائمة جدا, دائما تلعب على هي الوحيدة اللي تخوف أسب. روبن. طيب أوكي هذا اثنين. باقي. باقي هذا أنا متفق معك 100%. المقصود بسلبي إنه متشائم, مو مقصود بسلبي إنه ضعيف. أوكي. إنسان متشائم. هنيك نجحت. انا دامك حطيت بقي انا اموري طيبه خلاص. يعود السؤال لي بعد الباس. ما يهمني البقيه, اهم شيء بقي في موجود القائمه. ماجد هلا. السؤال هذا وضح في الانيوس كثير تسالون عنه يعني. كيف استطاع طاقم دون كريغ الرجوع من الجراند لاين مع العلم انهم لا يستطيعون العوده من الجبل المعكوس ذو التيار الواحد ولا رجوع من الكان بيلت بسبب ملوك البحر؟ باس مره اخرى. ومحمد مره تصور الحلقه الحالقه. حركت باسيت. ما أذكر إجابة. أي إجابة وصك فيتو. لا شكرا. لأن سرق سفينة مارين. سفينة المارين تحتها كايوسكي فراح ودخل من الكان بلت. دخل وخرج من الكان بلت لأن السفينة اللي عندها سفينة مارين هو سارقها. السفينة الوحيدة حقتها الرئيسية كانت سفينة مارين. رقمه لا, بس هو سفينته كانت سفينة مارين. وسفن المارين كلها محطوط في قاعداتها الكايوسكي فما تستفز ملوك البحر, وهذا شيء ذكره جارب للوفي أو كوبي للوفي كيف سفن المارين تدخل الكان بلت. والله شوف يعني أنا الحدث ناسيه وأنا الذاكرة, فأفضل جواب منطقي حقت محمد يعني. طيب السؤال اللي بعده أعود لي مرة أخرى. الله أكبر عليك. ما جددت بالفواكه التالية من الأقوى الى الاضعف. واحد فاكهه ان اللي هي الباب, فاكهه اكاينو اللي هي الحمم, فاكهه كيزاو اللي هي الضوء, فاكهه اوكيجي اللي هي الجليد, فاكهه تيتش اللي هي الظلام, وفاكهه اوياجي اللي هي الزلازل. هالسته رتبهم من الاقوى الى الاضعف. لو سالتني ببدا, طبعا دائما كانوا يقولون اللوجيا اقوى من الباراميسيا, فببدا على طول باقوى لوجيا اللي صرح بها الكاتب الظلام البلاك بيرد. صح. لان هي المضاده لهم كلهم, هي الوحيده اللي تعطلهم كلهم, هي الوحيده اللي انتي ضدهم كلهم. هذه حقيقه مثبته منتهي منها. بعدها بروح لاقوى فاكهه هجوميه تكلم عنها الكاتب اللي فاكهه الحمام, قال انها اقوى فاكهه هجوميه اتاك للهجوم لان برضو لوجيا. بعدها بطلع من اللوجيا بروح للبراميسيا وبقول فاكهه الزلازل لان الكاتب برضو صرح على انها الفاكهه اللي تقدر تدمر العالم, وقال انه اقوى رجل في العالم. طبعا مو مع اساس انه عنده الويت بير صار اقوى رجل في العالم, لا هو اقوى رجل في العالم وحصل على فاكهه قويه جدا. فالزلازل ثالث أقوى واحدة بالنسبة لي. الرابع بروح للبرق الكهرب الإنل, يعني صراحة مدمرة جدا جدا, يعني ما كان فيه لها مضاد للوفي. لوفي عشان إنه وطبعا اللي بيكون عنده هاكي بيقدر ضربه, بس في النهاية أنت راح تتأثر باللايتنج, يعني راح تصعق بالبرق بشكل مو طبيعي. كلهم الهاكي بيضربهم. بالضبط. فأنا بس أتكلم إنه يعني تأثير, إنه الوحيد اللي يقدر يهرب من تأثيرها هو لوفي لأنه مطاط. ف كان شيء جميل جدا. هذا رقم أربعة. أربعة. إيه بعده بروح لل لا الجليد عشان الفروست بايت.
او كيجي, واخر شيء بروح للضوء اللي هو كيزار. هذا الترتيب اللي عندي. هني يعني معطوب على واحده فيهم بس انا هني. فيتو يلا ابراهيم فيتو راح نفس ترتيب ماجد بس حط الزلازل مكان البراكين لو سمحت. هذه كنت ابي هذه يعني. هذه اقوى فاكهه براميسيا قالك, فهي المفروض تصير هي الاقوى من حق من البراكين حتى نفسها. فالزلازل هي اقوى لانها مدمره وتدمر كل شيء اساسا حولها حواليها, مو عشان مستخدمها الفاكهه قالوا لك هي الاقوى كبراميسيا. وهذيك اقوى كلوجيا الاول, الاقوى كبراميسيا الثاني, بعدين نرتب اللوجيا الباقيه. الباقيه رتبهم زي ما انت تبي. حلو حلو حلو. منتجي ليش لا حلو. بخليل اعطيني, لماذا البحريه لم تهزم اليونكو وهم يملكون قاب الذي قيل عنه انها هزم قائد اوكس؟ طيب سؤال في الصميم, دامنا في الصميم باس محمد. سمعني. لا يدخلني مشاكل. انا ما يدخل. لا يدخل. انت عشانك ضحكت عليه. انت مش قلت لك تضحك على الناس ولغيت تدفع الثمن. يلا جاوب. تنسى ان في باص. هذا مشكلتك. ليس بضعف في قاب او في البحرية, لكن هدف البحرية المحافظة والموازنة على قوى البحر. هز نظام اليونكو معناه فتح مجال جديد لقراصنة جدد يحتلون العالم. التخلي عن الشيبوكاي, للحين البحرية مبادرة التخلي عن الشيبوكاي. قبل أن نسأل ليش ما هزمت اليونكو, ليش ما تخلت عن الشيبوكاي وعندهم واحد زي قاب جبار؟ لأن البحرية مو بإيه, البحرية لعبة في يد حكومة العالم, حكومة العالم لعبة في يد ام, وحفظ التوازن لعبة للسيطرة على الجميع. عشان كذا انا قلت من قبل ان قاب رافض الفكرة, قاب سيعلن الثورة, قاب سيغير الموازين. عدالة قاب البيضاء بحيث انك ناوي يدخل لوبي ايس والحين تبنى كوبي, قاعد ينشر العدالة البيضاء داخل المارين عشان انه يصير لهم كلمة ويسيطرون, وبعدها مو بيدك اليونكو, يمسحهم. حلو كلامك منطقي وقنع يا استاذ. طيب السؤال اللي بعده, وخليل شل يعني او احذف اليونكو الاربعة الحين, ومن الشيبوكاي حط اربعة يونكو. من الشيبوكاي بس. اوكي اوكي جميل جدا. لو بشيل اربعة طبعا واحد منهم ميهوك فور شور. ايوه بدال هو قال شل الاربعة وحط مكانه اربعة, ما قال بدال مين بدال مين, ما ندخل احنا. قال زين اوكي يلا زين. فاحنا يا جبان شلنا جبان شلنا اربعة يا جبان. حطينا الاول ميهوك, الثاني بيكون عندنا كوما يستحق صراحة. اوكي توهق من بقيت شو كان نسيت ترى. مو بلازم تجيب الحليم, يمكن حتى القدام عادي يعني ما حدده. والله اذا في قدامه كروكوديل يستحق صراحة. اوكي اي كروكوديل يستحق, اذا كان في قدامه بنحط الشنب كروكوديل. بيتو ويا اعترض محمد, روح يا محمد. شل شانكس وحط ميهوك يا جبان. زين شل شانكس وحط ميهوك. اوكي شل ام شلحة وحط بدالها ابو هانكا. الله 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 هذه حلوة. اوكي تستحق هانك تستحق. طيب ونشيل طبعا الوايت بيد مات مسكين, ما راح اشيله مات. هو قال لك الاربع الحاليين يعني. الاربع الحاليين بحط ويفل بدلا من لا تصير. خلك شجاع, لا تصير جبار. خلاص هو قال شيلهم, هو اللي قال شيلهم. بشيل كايدو بحط ادوارد ويفل. اوكي طيب وبشيل المخادع تيتش, لا تزعلون مني. بشيل المخادع تيتش بحط المخادع باقي. والله عنده طاقة وحش. الليفل 6 و 5 كلهم عنده. استغفر الله. شفت منه طاقم ها؟ ليفل 6 وليفل 5 كلهم عنده. لا ما يستاهل. خلص عاد. خلي ما يصلح انه قليل عدده, ما اقدر احرق فيتو. فيتو! ايه. بك باقي. والله حرام عليك. بدون لا. يا جبان بدل يا جبان. لا مو بجبل لاني ما اشوف ان هذا ستايل كلكم كان هذا صراحه. هو اللي قال شنو؟ هو قال شنو؟ ميهوك بو هانكوك انت من الموضوع متفقين وياك فيه مليون بالمية. اذا بحط لان شفت برضو عندهم منظمات وعندهم يعني الامكانية انهم فعلا لو بنحطون يونكو وخذوا اراضي واو بيصيرون فعلا بقوة. كروكودايل دفلامينيو. اوكي هي دفلامينيو ولا باقي كونه بيز. السؤال عندي. تفضل.
هل زورو اقوى من جميع السوبر نوفا اللي هم لاو وكيد والشله اللي كلهم؟ نعم زورو اقوى من جميع السوبر نوفا اللي تحت لوفي. نعم زورو اقوى. ليش مكافاته ما كانت عاليه زيهم؟ لان لوفي كان سارق الاضواء منه وهو اللي عايش في الضوء. والدارك كينج هو ريلي حق الضوء. هو ريلي الدارك كينج. كفو كفو ماجد يعود السؤال. عطني رتب من الاضعف الى الاقوى. ايوه ميهوك كاتاكوري ماركو او كيجي زورو. طبعا خلاص ميهوك الاول. متى من الموضوع؟ لا يقول لك الاضعف. اوكي مين ابدا من الاضعف؟ اوكي الاضعف في التشكيله من وجهه نظري كاتاكوري، بعدها ماركو، بعدها زورو، بعدها اوكيجي، بعدها ميهوك. ترتيب سهل يعني. والله انا اوافق. قنع ابو خليل. لو كان القواصنه اللي بنقولهم الحين، لو كان كل هذا القواصنه في طاقم واحد، من سيكون القائد؟ طيب سمعني الاسماء. وهل هالطاقم بيخلونا يونكو دوفلامينغو جيمبي كوكودايل كاتاكوري هانكوكو ماركو؟ من القائد؟ دوفلامينغو جيمبي كروكودايل وماركو وكاتاكوري وهانكوك. ايوه شوف يعني انا بحصرها على كقياده، بيكون واحد من اثنين. يعني واحد قائد واحد اخوي. لا تتالف اللي عندهم حس القياده فيهم هو دوفلامينغو وكروكودايل. وجهه نظري الشخصيه يعني معلم القوه اتكلم كقائد. اي مو كقوه يعني. القوه مو شيء المقياس لهذا الموضوع بالنسبه لي. كقائد اللي يناسبهم هذا الدور هم هالاثنين يعني اكثر من اي واحد فيهم. فلو سالتوني يعني اشوف كروكودايل احق بالقياده صراحه. عن نفسه شوفه هو الأحق بقيادة هذا الطاقم ويستحق يكون من أحد اليونكو. نعم ترى شهنب حتى لو أنه انجلد ترى شهنب معلي منكم. قل فيتو مواجد روح. لا أنا ليش أقول محمد ذي كم يقول. طيب عشان تعرفوا أنه ما يبعاطفي ترى. بس شوفوا كاكتوكوري موجود ما قلت هو القائد. السؤال عندي، لو كان زو موجود في حدث البيجمام، هل كان يقدر يقطع البيجمام لما لوفي كسر صورة ماذر كامل، ولا بيتأثر بالهكي؟ تفضل. يعني لوبي يوم كسر ماذا كامل هي سوت هكي بس ما تأثر طاقم لوبي. طيب شو المشكلة؟ تأثر طاقم لوبي بالهكي حقها؟ يا تسألني كانت صرختها مش صرختها مقصود مش الهكي صرختها. طلقت هكي في ناس ما عليهم بس هي كانت صرخة أكثر. هي اللي أثرت عليهم الصرخة. الحين خلنا الصرخة احنا على الصرخة. حتى زو ما كان بيقدر يتحرك. لا ما حد بيقدر يتحرك وقت الصاخه. طيب لكن بشكل عام لو زو وجه ضربه قطيعه الى البيج مام، هل بيقدر يخدشها؟ نعم بيقدر يخدشها. فيتو. اوكي فيتو من ابراهيم. يلا راح. ما عجز عنه يونكو سابقيين وما عجز عنه لوفي نفسه. فيتو قالوا لك انها طاحت على ركبته وانجرحت، يعني ما تحتاج حتى واحد يطقها بسيف. اي من لبسه طاحت وشقت ركبته في ذيك الحاله بعد كسر الصوره. بعد كسر الصوره في تلك الحاله حالات العاطفيه ضعفانه، اي حد يقدر يطلق عليه ويضربها. اللي انقذنا صرخته فجرت الصاروخ اللي يطلقوه عليه السام. هذا غباء طبعا. بيج كابوني بيج اللي بيطلق عليه قذيفه صاروخ. لو انه جاي سلاش حق زور وشقها شق فكه قبل تصك. لا ما انا عندي بس بقعد اضيع فيتو حقي عليكم. جولدن دافع عن شرب البيج. لا ما نضيع والله خلاص. يمكن الناس عرفوا جوابي وخلصنا. مو بنزود اسلحه عددنا قليل. والله العظيم ما يمديكم كذا. خلصت الحلقه. ماجد هلا. عطني اقوى كل ترتيب جايك سبحان الله. رتب اقوى خمس شخصيات لا تمتلك فاكهه شيطان في ون بيس. طيب بمشي على فرضية اللي يعني انا في ناس اعتقد انه عنده فكرة شيطان بس ما ظهر حتى الان عنده فكرة شيطان. فبتكلم على اللي ظهر حتى الان. يعني ما ظهر عنده فكرة شيطان. بقول جارب. انا متاكد انه فكرة شيطان بس ما ظهر فبقول جارب. هذا رقم واحد. رقم واحد. رقم اثنين على طول بروح ريلي. اوريدي هذا تاكدنا عنده فكرة شيطان شفناه يسبح. والثالث بقول شانكس لأنه برضو شفناه يسبح قبل 13 سنة. احتمال خذ فكرة شيطان بس على الأغلب حاليا ما عنده. فبمشي على اللي ظهرنا ما عنده. شانكس وثالث أقوى واحد. خمسة اي لسه باقي اثنين. اي بدك احنا يلا قاعد. طيب اثنين فكرة شيطان ما ظهر. انت اللي خسرت. يلا انقذوني. يلا ادري خسرت. يلا طق فيه. يلا بخير. فيتو
اخر بيتل برايم يعني هو تذكر ريني بس ما تذكر مايكل قراصنة. سبحان الله ما ادري شلون يعني انا ما ادري وش يفكر فيه اخوي ما ادري. ايه عندك دليل انه يستخدم فاكهة؟ لا بس اقصد اي نعم حبيبي الله يسعدك. طيب ملك القراصنة بيكون رقم واحد، قارب حيكون رقم اثنين، ريلي بيكون رقم ثلاثة، شانكس بيكون رقم اربعة، الخامس تاكانومي مي هوكا. نعم فات علي فيتو الخامس. ليش كنت بتقول؟ كنت بقول نفس الشيء مي هوكا. ايه. بينكم ميهوك نسيت ميهوك يعني ما ذكرت اليوم جدا. اللي يخسر يخسر فيتو، لا اللي يفوز هو اللي يقول فيتو. خلاص ولا يهمك ما جاي عايش تبي تطق في فيتو قل لي انا اطق فيه غدار ولا يهمك. ابراهيم من اقوى ثالث سياف حاليا، زو شانكس ولا شيو المطر؟ من يحتل المركز الثالث؟ طيب من الاول الثاني انت من حطيت؟ انت افترض حط من راسك الاول والثاني وقول الثاني. الاول موجود يعني تقدر تحط واحد منهم الثاني، تقدر تحط منهم واحد منهم الثالث عادي. طيب والله شوف بالنسبه لي انا اشوف زور اقوى من شرير المطر كسياف، هذا شيء ما نختلف عليه ومفروض انه يعني الاقوى يعني هالمرة، مع ان احنا داخلين اوبجكشن في هذا الموضوع من قبل. السؤال يجيبك ان شانك سياف هنا ايه لا تقعد تغير. اسمع ما قاعد اغير الحين، قاعد ايه اوريك من انا منطقي يعني بس هذا اهم شيء. ايه فا يعني بناء على المعطيات السابقة ويعني يعني الشيء مضوب بس يلا. ايه فا يعني بما انه كان متعادل مع شو اسمه سياف الاقوى بس انه خسر يد واحدة خلاص بناء على فرضيتك انت انه سياف لحو. اسمع خلنا جاوب يا اخي من حقي ايش فيك يا اخي. بعدين احنا شو اسمه يعني ثلاثه فعاد اقدر استرسل ما في مشكله ما في زحمه اسئله. فبناء على هذا الشيء فبنقول احنا ان اقوى سياف هو ميهوك، ثاني اقوى سياف هو شانكس، ثالث اقوى سياف زورو حاليا، والرابع هو شيريو المطر. شكرا ايوان اخيرا سجلها التاريخ. لازم يعني احنا بس نقول للناس ليش على اساس احنا اخترنا فيتو وان بيس. عندي انا احمس خمس لحظات خلت جسمك تجيه قشعريرة بدون ترتيب. اي وما قررت لا خمسة بس ركل خمس لحظات. اوكي اوياجي يوم طلع ورا اكاينو وخلى اكاينو يلحس عرقه خلى العرق يلحس من هنا يوصل للسانه. الله 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 هذا موقف حماس ما عندك. اوكي اثنين ريلي وينقذهم من كيزاو ويشوت رجل كيزاو. الله 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 منطقي. ثلاثة شانكس وسبحان الله كلها في الملايين فوت عشان كذا يعتبر حدث عظيم. ثلاثة شانكس وهو يوقف ضربة أكاينو، هذا كان موقف يخليك قشعريرة شعر جسمك يوقع. ترى ريلي ما كان في الملايين فوت بس يعتبر من الساقة. اوكي بس عشان صرف. طيب كمل بقينا اثنين. والله صعب في واحد ما قلت بصكك فيتو هذا من الآخر. انا ما ابي اصقع جولدن عند ماجد انا بصك فيتو اذا ما قلته. أربعة دخول شانكس على الريفيري بكل ثقه واثق الخطوه يمشي مالكا مالكا يلي تكون شانكس واثق الخطوه يمشي مالكا داخل عليهم ملك ولا كلمة أرقدته بس برضو بقى طبعا هذا ولا كلمة كلكم لتينو يوبي داخل عليهم ملك. طيب بقى واحد احنا قاعد نستنى عليه. طيب تركبت على الخط المحك الحين انتبه في قطع رقاب ذي. الخامس يوم اوبن تبكي وقول اي كي خذوني معكم الى البحر مو باللي براسي بس ما اقدر اعترض. ترى الموقف ذاك اللي ما ينذكر هذا ما عليه بس ذاك الموقف لازم ينحط حرام. فيتو اسمع قل اول واحد بوكس لوفي للتريوبي كمان يا ملوك يا بوكس لك وسنسون وين راح؟ انا عندي مو باحلى من ديري. لا والله روح عني يا عمي ذاك اكبر موقف جاتني فيه كذا شعر جسمي كله كاب من مكان ذاك الموقف انبليفبل. ذاك والله عندي مو باحلى من اللي انا قلتهم جد رايك. طيب انت لا عندي اللي سالتني عقول وهنا كل سالك فيتو. طيب الحين انت باقي اربعة يلا. اوكي باخذ اللي هو قاله اي تي كاي لان صدق فعلا شعر راسي يوم ان
قال لها اصرخ يقول لي زين ما يكشعر راسي. اي انت يكشعر جنب راسك شنب بس كذا عرفت كذا يوقف شاب محمد كذا فصله فصله نمي طيب ايوه اوكي برضو باخذ طبعا هذا الثاني الحين انت عندك اثنين خلصت اوكي عاد انا الحين بتشتغل عاطفه يعني يلا عاد حلالك يبقى حقك انا بتشتغل عاطفه يعني الاثنين ذي مو بالعاطفه الباقي للعاطفه ما علي ابد كفيت وفيت يلا وجهك برضو باخذ الوايت بيرد دخول على كاينو ما عاد يقدر يختلف على ذي كانت لحظه اسطوريه غضب الوايت بيرد يعني هو اساسا يوم انهم قام كذا يتبقسون مع بعض كذا كان قبل يتبقسون من طلع ورا ظهره كذا اوكي وطبعا الموقف اللي العاطفه تشتغل فيه لازم يدخل اصطدام شانكس مع الوايت بيرد على السفينه او دخول شانكس نفسه على السفينه دخول شانكس ويدخل كذا والناس تتساقط بالهكه حقه الخامس هذا بدله بالريفري اوكي الخامس والاخير اطلاق ريلي للهكي ويسقط الكل الدخول الاولي مش يوم انه يدخل على كيزارو احس ذاك الدخول كان هيبه اكثر ما ادري صراحه ما يعني كذا ما كنت اعرف شخصيته فجاه يدخل بوم هكي ملكي يسدحهم كذا يا الله كان هيبه برضه ابي فيتو زياد يا اخي طق جولدن لا بوم قاعد اتفرج سالفه فيتو اما الان سوف ننتقل لاسئله الداعمين باتريون اذا تبي سؤالك يطلع فور شور في الحلقه كل ما عليك ان تفعل دعم $10 كل دعم واحد لك سؤال واحد تقدر تاخذ اكثر من سؤال بحيث انك تدعم اكثر من مره فيطلعون اسئلتك في الباتريون والحين خلونا نروح حق السؤال الاول مع الداعمين سؤال لك يا ماجد من جهاد المنصور طبعا الاخ جهاد يقول ان في شخصيات ما نحطها في التوب لما يصير في نقاشات مثل ماجلان مع نقائد السجن وكان مسيطر على مثل الناس مثل شوي المطر وعيس وجيمبي فأرجو مناقشة هذا الكلام يعني نقاش في الشخصيات هذه فأخي جهاد حبيبي هذه نظرية واقتراح فما يعتبر سؤال لازم يكون سؤال يتم الإجابة عليه مثل ذا الأسئلة ممكن نأخذها في بث مش في أي نعم تعال ادعم في البث ونأخذ سؤالك نأخذ سؤالك في البث فما راح يروح عليك سؤالك وصلنا على AI Show Team أخوي جهاد المنصور وعطنا سؤال عشان نجاوبه في الفيتو القادم أيضا كثير من الدعمين اللي يرسل نظرية يرسل رسالة يرسل اقتراح في الدعم حق $10 لا هذا خلوه في دعم البث بث الأنمي أو بث المانجا الدعم $10 فقط أسئلة للفيتو ما نقدر نجاوب على نظريات وما نقدر نناقش نظريات في الفيتو مزبوط سؤالك يا ماجد من فيصل حسان تفضل من الأقوى بالترتيب؟ كلهم عندك فيجيتا كيزاو كونغ أكاينو تسورو من وجهة نظري بقول طبعا أكاينو لأن كونغ المفروض أنه متقاعد من زمان ولا نعرف إيش قوته وإيش اللي صاير معاه بعدها بحط كونغ لأنه وصل رتبة أعلى حتى من سينجوكو يعني حتى لو أنه متقاعد المفروض انه اعلى يعني ما ادري ايش بعد السنتين الكاتب ما تطرق له ولا جابه ولا كانه اعتزل كانه مش موجود ما ادري يعني صراحه او انتحر ما ادري السالفه بس بحط انه لان كان جسمه مره قوي كان برتبه اعلى من سينجوكو فبخليه هنا بعدها طبعا بقول كيزارو واخر شيء بقول فيجيتورو واخر شيء تسورو لانه مره عجوز وكانت نائب ادميرال وصلت الى رتبه ادمير فيتو وما خليها بخاطرك الاول هو كونغ طيب إيه؟ لأنه وصل إلى رتبة حتى سينجوكو ما وصلها ولا أكاينو وصلها وكونغ كان قائد الأسطول على أيام منه روجر التشيكي كان قائد الأسطول على أيام روكس فكونغ هو الأقوى بعد أكاينو بعد أكاينو فيجيتورا بعد فيجيتورا كيزاو آخر شيء توسو أوكي منطجي وقنعة طبعا أنت ما تعرف قوة كونغ فتقعد تفترض فقط ليس نعم. إلا سؤال لك يا إبراهيم بس السؤال موجه لمحمد نعامي يقول لك ترافلغار دي ووترلاو يعتبر احد اقوى واذكى واخطر الشخصيات الرئيسيه بالانمي لكونه من الدي وكونه طبيب وسياف وتحالفه مع بطل القصه لوفي مع العلم ان لوفي وافق بالتحالف معه بدون تردد ووثق بخطته واستراتيجياته بعد ان يحقق هدفه بالتحالف ويطيح بكايدو ما مصير له هل سيكمل مشواره
لقلب وهز العالم لوحده مع طاقمه، أم هل من الممكن أن ينضم لطاقم لوفي بعد إطاحتهم بكايدو؟ أم لديك رأي آخر؟ يقول سعادة محمد لأن أكثر واحد يقدر له مش مستهين بقوته. طبعا السؤال عند إبراهيم بس موجه لي، فأنا راح أجيب. إبراهيم عنده الخيار، إما يقبل يأيد أو يعترض بدون لا يحق فيتو، أو ينقل السؤال باس لماجد. الماجد بدون لا ينحق عليه باس. سمعنا يمكن تكون جوابك منطقي بالنسبة لي. لا ما كان هدف اسقاط كايدو فقط، لا هدف قلب العالم أسا على عقب، لا يعتبر هو وجهة الجيش الثوري بس داخل، يعني عنده نفس توجه الجيش الثوري بس من عالم القرصنة، بيسويه عن طريق عالم القرصنة. كايدو هو فقط ركن الأول اللي بيبدأ فيه لاو، اللي هو الأصعب الأقسى، يعني خلينا نخلص من الصعب أول شيء بعدين نكمل. لكن لو من النوع الكتوم، من نوع قليل الكلام، ما يذكر خططه كاملة، عشان كذا لما شخصية ذكية مثل ويلي شافه قال ماذا تريد أن تفعل، قال قلب العالم أسن على عقب، ما قال أضرب كايدو، قال قلب العالم أسن على عقب. لا وبعد ما يسقط كايدو ما راح ينضم للوفي وما راح يترك لوفي، راح يكون من المتحالفين مع لوفي، راح يستمر تحالفه مع لوفي حتى يصبح لوفي ملك القواصنة. سيكون لاو متحالف مع لوفي، ليس خصم للوفي، لا متحالف، إلا إذا سوى لوفي شيء يجبر لاو على الخيانة. وأنا أشوف لوفي قاعد يمشي في هالطريق. أنا أتفق مع محمد تقريبا في كل إجابته، سكن اعتراض واحد فقط، إنه ما راح يتم متحالف مع لوفي للأخير. وعندي تو سيناريو لهذا الموضوع، الاول ان لاو يموت في الحرب ضد كايدو او بعد كايدو ايا كان، بس اتوقع انه ممكن حتى يموت، هذا الاقرب واللي اشوفه يمكن منطقي بالنسبه لي اكثر من انه يتم تحالف مع لوفي للاخير. السبب اللي خليني اقول هذا الشيء كلمه لاو في حرب المارين فورد يوم قال ان هذا هو عدوي لكن العلاقه الطيبه راح تجمعنا، او العلاقه الطيبه بيني وبينه بتكون هذا الشيء المصلحه العامه بيني وبينه. فنعم انا اتوقع انه يتم التحالف معه، بس اتوقع انه يموت. السيناريو الثاني انه يطلع ويصير خصم للوفي، بس انا اميل للاول اكثر من الثاني. اوكي منطقي قنعي. سؤال عندي، هل لو زورو بقوته الحاليه واجه جميع الشخصيات اللي واجهت لوفي من بدايه القصه، هل راح يصمد الى بعد السنتين ولا راح يتوفى قبلها بقوته الحاليه، يعني بعد السنتين؟ اوكي نعم راح يصمد، راح يصمد ويتفوق ويوصل مواصيل خطيره جدا، وما راح يصير له البهدله، يعني بيتبهدل شوي في حرب المارين فورد لكن مو زي ما تبهدل لوفي، لانه راح يكون تعلم الهكي على يد اقوى سياف، عنده كل التقنيات اللي تاهله يكون منافس لاقوى سياف، فراح يصل مواصيل وما حتى يتاخر سنتين في مشواره مثل ما تاخر لوفي. عادي اضيف؟ روح، لاني انا خليتك تحت بيته بالغلط. الله يسعدك يا رب. اسمح لك تضيف. شفنا زورو قبل سنتين وهو على حافه الموت، يعني مصاب متضارب واخذ الم لوفي في معركته مع موريا، مع ذلك تحمل وصمد، فما بالك بعد سنتين؟ اكيد وخصوصا احنا دائما نقول ان زورو مفروض انه قريب قوتها من لوفي، فطبيعي جدا ان قبل سنتين ما يكون عايش معه. كفو. سؤال الحين عند ماجد من الاخ محمد 701، لو كان سينجوكو في بدايه حدث الدوسوز هل كان سيجعل لوفي يهزم دوفلامينغو؟ لو انه وصل في بدايه حدث دوسوز. اوكي احس ان سينجوكو نعم عنده حس العداله نفس اللي موجود عند جارب، واحس انه زي ما كان حاقد على بيتو. اوكي عنده حس العداله لكن لن يسمح للوفي بهزيمه دوفلامينغو، لان عنده الطاعه العمياء جدا للحكومه، ولا تنسى انه هو يعني شو اقول لك اللي صار في حدث روبن جارد نفسه، يعني كان برضو من قبل يكلم هذا جاكوا دي سول وهو العدالة البيضاء، وقال له جاكوا دي سول يا قاب انت شايف ايش قاعدين يسوون، فعندهم العدالة البيضاء لكن طاعتهم عمياء للبحرية. فسينجوكو على كل الخبث والغدوات والبلاوي اللي سواها في حرب المارين تبي تقنعني انه بيسمح؟ اكبر دليل قاب لا تعلمون سينجوكو، يوم قال قاب لا تعلمون سينجوكو ان ريلي موجود، فالأوخابيل محنا مستعدين لمواجهة أسطوتين في نفس الوقت، لأنه كان عارفنا على يعني قد ما الخطأ محتدم هذا ما يتفاهم خلاص،
شغل شغل مين مين ما في هذا عنده حق ولا هذا ما عنده حق. ولا كان سمحت المارين بخروج اللي سواه لوبي في كوكوداي ما هتكتم عليه. ما عندي لك موقف ما بس حتى انا كذا بشوف وضع مره متأزم. سؤال لك يا بهيم الاخ محمد، طبعا هو حط نظريه طويله اخوي محمد، لن اذكر النظريه، الفيتو ليس مكان لمناقشه النظريات، فراح اقفز الى سؤالك. اللي عنده نظريه يبي لنا نناقشها يجي لنا في البث يدعم ويقول ابيكم تتناقشون في نظريتي. فالسؤال يا ابراهيم لك، هل جرح تيت لعين شانكس حصل قبل 24 سنة قبل أن يصبح شانكس سياف بارع وقبل أتقانه للهكي، أو أنه حصل قبل مقابلته للوفي حينما كان بأوج قوته مع اليدين؟ ستيل. طيب بالنسبة لي أنا أشوف لأن احنا عايدين اللقطة وبايب زي فيها متفاجئ أنه كان بيتكلم. يا الله. نعم الجرح صار قبل 24 سنة ويمكن حتى أكثر، لأن إعدام روجر صار قبل 24 سنة من وقتنا الحالي، وكان 22 سنة. جولدن فيتو. فيتو يلا روح. لو أن هالشي صار كان قال، ما كان قال شانكس للوايت بيرد إيس مهو بقده، أنا كنت في كامل حرصي وانتباهي ومع ذلك جرحني. كان قال شانكس اوكي خليه يروح الايس، اساسا هو جرحني انا نفسي وقتها كنت ضعيف ما بعد اتقن. لا يا حبيبي علم عليه، وانا من محبين شانكس وشانكس في اوج قوته، لكن ما علم عليه ضعف في شانكس. لوبي علم برضو على تيتش في الامبلدان وجرح وجهه، ما راح ادافع عن شانكس اني انزل من قوته ولا قدام خصم مثل تيتش. تيتش قوي وعلم على شانكس، وشانكس قوي وعلم على تيتش. والله قال جواب حتى اكثر من افضل من كنت بقول له يعني، والله كفو عليك يعني. انا المفروض خليتك تجاوب طقطق جولدن. انت غبي متحمس يعني الله يجزاك خير فرحان مسوي ستيل. انا عندي جولدن يعني ترى. سؤال الحين عندي انا من اي مدرة، هل من الممكن ليش ضربك مدرة؟ اي والله اي مدرة اي قول يا صاحبي. هل من الممكن عاد انا اشبه الشيكيجي سامح حقي العجوز حقيقي، انا ظهري يعورني الحين واقرع وسكسوكه مدى اي مدى اي ظهري كيو كيو وخشمي متين مثل خشمي. سؤال جمع السؤال يا صاحب وش السؤال فكرني. اي مدى يقول هل من الممكن ان زو يترك الطاقم مثل سنجي في وانو؟ بس ابراهيم حبيبي الله يسعدك يا رب. لن ولم ولن ولن يحدث هذا الشيء، مستحيل شخص مثل زورو انه يدخل. الرجال رجال لو وصل حتى ومثل ما يتوقع الكثير ان زورو مثلا من وانو ما ادري ايش من البطيخ الكلام هذا كله، مستحيل يسوي نفس الغلط اللي سواه سنجي او الغلط اللي سوته روبن من قبل لو هو كان يسوب او يسوب كلهم، فيعني كله كان معصب زعلان من ذا الشيء فجي يسويه هو. لا انها من الحماقه لو سوى هذا الشيء اساسا، راح اجلد اودا بنفسه شخصيا، بروح لليابان اجلد لها سواها يعني. كفو كفو حتى لو لمح عليها بس انه يسويها او يفكر يسويها. سؤال لي من وريف ما يقدر يقرا لسان. سؤال لي من وريف، هو وريف بس تسمعني اقول وريف بس انا قاعد اقول وريف اللي هي وريف وريف لا سوي يعني انقها ما اعرف اسويها سوي وريف انا ما اعرف شلون تسوون هذه يعني سويت فوق تحت اكس مربع مباضية تضبط معي ظهر الجير حقي خربان ما يسوي نص دائرة. شو يقول بريف؟ من اقوى قبل السنتين بالترتيب؟ ايس كوكودايل جيمبي لوبي انل. من الاقوى بالترتيب قبل السنتين؟ انل اقوى واحد حيث اعترف الكاتب ان لوبي انتصر عليه بالحب، بعده جيمبي في القوة، بعده بقول إيس، بعده لوبي، وآخر شيء كوكوداي. تشكني بقول القوة اللي طلعني عطس لوفي. لوفي فاز بالحظ على
انل يعني ما يعتبر اقوى منه. يعني هو قال لو نزل تحتكم يصير جائزته 500 فطبيعي يصير هو الاقوى. سؤال لك من عمان يا ماجد. بما ان اللحية البيضاء من عصر ووجة، لماذا طاقم اللحية البيضاء الحالي صغير في السن مقارنة باللحية البيضاء؟ هل تغير افراد طاقمه؟ لا ما اعتقد ان غير افراد طاقمه، يعني ممكن هو ما اسس طاقمه الا بعدين. اوريدي في الماضي شفناه مع طاقم ثاني، يعني يوم جابوه في الذكريات السابقه كان مع طاقم ثاني وكان يقولون له وش حلمك؟ وش حلمك؟ فقال حلمي اني يكون عندي عائله. فمتى اسس طاقمه ما ندري بالضبط، ولكن يعني اعتقد انه اسسه بعدين يعني. منطقي. سؤال عندك يا ابراهيم. تفضل. أكاينو ضد ريلي من سيفوز؟ والله. ستي أوكي. ما حد قالك تقول والله. طيب راح قول يلا. أنا لو قال والله قبل كان كيفك يعني، بس أنا قلت قبل يلا روح. ريلي سينتصر على أكاينو ويدوسه دوس في الأرض. ريلي سبح الحزام الهادئ، ريلي قتل أحد ملوك البحر، ريلي عنده هكي ملكي جبار، ريلي يستطيع ثم يستطيع ثم يستطيع أن يدوس أكاينو. جولدن فيتو كتبت لك قبل اللي يقول أبني بيقول. مع كامل الحب والاحترام لريلي اللي واجه وقت عصيب قدام كيزارو، فما بالك بأكاينو اللي يعتبر أقوى من كيزارو وأعظم من كيزارو في القوة وعنده فاكهة مدمرة جدا. أكاينو قدر يضرب الوايت بيرد، فبتقولوا لي يعني اللي هو ريلي بعد هذا العمر كله بعد ما كبر زيادة، حين مرت سنتين زيادة من آخر مرة وهو ما قاعد يدربه ومختفي عن الأضواء، نعم راح يتعب قدام أكاينو، ما راح ينتصر عليه أكاينو بكل سهولة، هذا شيء أكيد ما نختلف عليه، لكن اللي بينتصر في هذه المعركة هو أكاينو مع الأسف يا ريلي. نقطع السطر. يلا السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. السؤال عندي من داد جواجاس يقول والله ما نطقت شيء، هو اسمه كذا داد جواجاس يعني. لو لم يأتي شانكس لإنقاذ كوبي هل تتوقع جاب يتدخل؟ ستيب زين. لو كان جارب يتدخل كان تدخل من الأول ومن الأساس. جارب أنا يعني صراحة جولدن فيتو أنا بعدين دقوز ما اتفقنا. يا أخي بكل بساطة إذا جارب عنده هكي رؤية المستقبل زي اللي عند كاتاكوري، ولا أقدر أفترض أنه ما عنده، ما ظهر حتى الآن، فشاف أنه شخص بيتدخل فقاعد متأكي، لأن يهدينا شخص بيتدخل بينقذ كوبي، لأنه هو كان راح يبي ينقذ إيس، وكان يبي ينتقم من عفوا كان يبي يروح يقتل أكاينو اللي قتل إيس، توقع أنه بيسمح أنه يقتل كوبي واحد من البحرية وتلميذه الخاص؟ أبدا لن يسمح، كان سيدخل وكان سيفعل الفعايل وانتحروا كلكم وموتوا وفجروا رؤوسكم، وصح غسل عليكم قارب لن يسمح أبدا بسقوط كوبي، كان سيوقف أكاينو ويتحسب الأرض بعد. نقطة على الصدر. الحمد لله اللي احتضط من قدر حتى آخر لحظة. لاحظ أنه على الصدر مش على السطر. صدر وسطر وشرطة. شكرا لك على المسدس انقذتني صراحة. كذا نكون وصلنا نهاية هذا الفيتو الجميل والممتع معكم. على كل إن كذا نكون وصلنا نهاية هذه الحلقة، واتمنى انها تعجبكم، وفي النهاية قولوا معي سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، لايك، الشير، ونشوفكم على خير.